السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حوالي شهرين أو 3 والله أو كده، طلعت اتكلمت مع حضراتكم في لايف على اليوتيوب، وقلت إن الأهلي سيفاجئ جماهيره من 4 لـ5 صفقات في يناير. يعني منتهى التجاوز وقلة الأدب من البعض. طبعا أصحابي المحترمين معروفين بالاسم، ولكن وقتها يعني الغريب، يعني بعض الزملكاوية قاعد يقول لك هو انت رجعت تاني مش عارف تعرض للاهلي 5 ايه ومش عارف ايه واربعة ايه، والاهلاوية قال لك يا عم ما كفاية بقى هبد، لدرجة ان في حد بعت لي رسالة فاكر قال لي يا عم ابعد عن اخبار الاهلي سيبك منها. فالمهم واحد قال لي طب ما تقول لنا المراكز اتحداك، فعملت لايف قلت طيب الاهلي بيستهدف ظهير ايمن واتنين مهاجمين، ظهير ايمن واتنين مهاجمين، وفي كلام على حد في وسط الملعب وحارس مرمى، وان كان حارس المرمى مستبعد شويه، ولكن الاهلي سيفاجئ جماهيره من 4 لـ5 صفقات وفي الاماكن دي بالتحديد. دعك من القيل والقال، خليني مباشره بس اخش في صفقه الاهلي عندما تحدث عنها، وكنت بفضل الله اول واحد طبعا مع اصحاب العفاريت، في عم سميهم العفاريت انا، الواد احمد عبد الله وفرماوي حسين فرماوي شغالين عفاريت، بس انا قلت بتاعت محمد المعلم كولر لما قال لك انا يا جماعه عايز مهاجم يكون احسن من مودست، هو مقتنع جدا بمودست، قال لهم كده لما جابوا سيره المهاجم، فقلت يا جماعه مهاجم محلي ومهاجم افريقي، بس الافريقي لازم يعجب كولر كان ممكن يطير قصاده مودست، كان كلامي واضح، قال لك يا عم كفايه هبد اتنين مهاجمين ازاي ويتايدوا ازاي ويتقدروا ازاي. فالمهم اي كلام في اي كلام، جينا عملنا اللي اتعمل وايه، والناس فوجئت باسامه ابو علي وهيتأيد محلي، فدينا كسبنا أول رهان. والناقد الرياضي زميلي حسين فرماوي انفرد بالموضوع معايا، والناس ما كانتش تعرف مين أسامة أبو علي، يعني حتى الناس في الأهلي وأنا بزور النادي الأهلي قالوا لي على فكرة لقيت المكالمة بتاعت حسين فرماوي الناس كلها مشيراها، وناس كل اللي قابلني في الأهلي كان بيتكلم معايا عن المداخلة دي، وكان بيتكلم عن أسامة أبو علي وجبتوا الأخبار دي منين يا عم، من الصحف الدنماركية، احنا ما ألفناش ولا بنسرق حاجة من حد، بس الولاد مجتهدين وترجموا ومشوا ورا الخيط وعملوا حاجة حلوة جدا جدا جدا، وقعدوا يتابعوا، وخلي بالك المتابعة وخصوصا ما وراء الخبر بتوديك لحاجات حلوة جدا، واخد بال حضرتك؟ تمام، الله ينور، مية 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 مسا. وبعد كده مصر كلها، والله مصر كلها مشت ورا مكالمة حسين فرماوي معايا على قناة الشمس، ولدرجة ان الاستاذ علاء عزت قال لي بصراحة انا اول مرة اسمع تفاصيل وسام ابو علي بدقة كانت منك في برنامج ملعب الشمس في مكالمة حسين فرماوي. انا على فكرة بتكلم كتير عن كل مجتهد لان ده حقه، وانت دايما بتكبر لما بتدي حق الناس، احنا هنا كله مشهور بسرقة كل حاجة ومش عارف ايه. يلا سيبك من الكلام ده، كله تعبان في دماغه، بعد ما الناس قالت لك مش عارف ده ايه، وكله دلوقتي يقول لك حصري انفراد، يا راجل ده موقع شهير، بنقول لك خاص، خاص مين يا عم الحاج؟ خاص مين؟ قرفتونا بقى، تعبنا، تعبنا بقى، احترموا المهنة واحترموا نفسيكم، مش هتصغر لما تدي حق الناس أو تدي حق زميلك اللي اجتهد، حتى لو جاب من بره وترجم اديله حقه. تعالى النهاردة بقى، ومش مفاجأة، تعالى النهاردة بقى على نفس الإطار اللي اشتغلنا عليه وسام أبو علي، بس المرة دي أنا اللي اديت الخيط مش حسين فرماوي وأحمد عبد الله، لأني لما جيت كلمت عن محمد كوناتيه قلت ما عنديش معلومات، ولكن جاي لي اسم مهاجم كده المعلم كولر محتاجه اسمه محمد كونيتيه، وسألت حتى بعض الناس، وفي آخر مكالمة يوم الجمعة معانا في وجود علاء عزت وعمر الدردير حسين فرماوي قال يعني غالي حبتين وبيلعب في الدوري الروسي واللازم منه، بس نكشنا في الموضوع، وانا كنت منفرد قبل حسين وقبل كل الناس من 3 اسابيع،
ومن قبلها من يعني فاكر في شهر 11 لما لو ارجعوا لللايف ده، الاهلي سيفاجئ جماهيره، سيفاجئ جماهيره من 4 لـ5 صفقات في يناير. انت دلوقتي عندك 2 في المحفظه، عمر كمال عبد الواحد، وعندك مين؟ المعلم وسام ابو علي. دلوقتي فوجئت بالاحمد عبد الله كاتب كده، بصطبح على طول انا احمد شغال ما سايبش حد. لقيته بيقول لك ايه؟ بيقول لك يقال، يا لا احمد لازم تقول ان عمك عبد الناصر زيدان لما قال الاسم ده الكل شتمه. بس بصراحه كان حسين فرماوي صاحبنا محترم، لانه قال يا حسين، قال لك فعلا بس غالي شويه بعيد، لكن لا نفينا ولا اكدنا، لكن اول ناس قلنا اسمه. تعال بص يا بيك صباح العسل كده معايا، بص اهو، بناء على الاخبار المنتشره اهو اهو، خش اهو على نمره 3، ما هي بتبدا هي بنكشايه وخش في المليان. يقال ان كولر ده احمد عبد الله كاتب ده، يقال ان القبطان كولر معجب جدا بالمهاجم البوركيني محمد كوناتيه اللي هو بيلعب في الدوري الروسي. طيب وفقا لترانسفير ماركت عقد اللاعب هينتهي بنهايه الموسم الحالي، واخد بالك انت؟ فالسؤال يا ترى هيلحق يناير ولا هيتضم للفريق ببلاش في نهايه الموسم؟ يبقى ما الحمد لله دلوقتي الاسم اللي بنجيبه بنمشي وراه. كوناتيه في سؤال النهارده جديد لنج بنطرحه، هينهق يناير والنادي الروسي ياخد له قرشين، ولا ممكن على نهايه الموسم الاهلي يخلص فيه ببلاش؟ كلام مهم للغايه، كلام مهم للغايه. ادي ترانسفير ماركتنج اهو، ترانسفير ماركت اهو، قال لك ادي اللاعب بكل تفاصيله ادي اهو، ده محمد كوناتيه، ده محمد كوناتيه، احفظ الاسم ده كويس. عشان لما قلنا لك وسام انت قعدت تقول ايه؟ صباح التماسي وبسام، ومشيت ورا اي هبد واي خلاص. عارف انت الانفراد، يعني انت تقول حاجه قبل ما يقولها اي حد، لكن في المواضيع دي بننقل من اللي بيجي من بره، وفي عيال شطار بتمشي ورا الخيط. انا ما يحزنني انك انت، بص ادينا اول ناس اتكلمنا في كولاتيه وطرحنا اسمه، واحمد عبد الله اجتهد فيه، وحسين فرماوي مرتين يتكلم معايا فيه. ممكن كنت اتكلم مع زملاء تانية يكونوا عارفين، لكن انا بتكلم على اللي سمع مع الناس، وما فيش حد اتكلم قبله. يبقى لما تيجي صفقة تنتهي تحترم المجتهد وتحترم الناس. يعني اهو مثلا شايف اهو السن والعمر والتمن وكل حاجة، تمنه طبقا لترانسفير ماركت محمد كوناتية 1.5 مليون، او 1.1 مليون، من 1.1 مليون يعني في حدود كده. بس ده اللي بدأ بيه، اخر رقم ليه 2.5 مليون، يعني بدأ ب1.1 مليون واخر رقم ليه حاليا، يعني الاهلي لو عايز يستهدفه هيخش في 2.5 مليون، في 2.5 مليون، واخد بالك انت؟ عقده ممتد مع الفريق من يناير 21 ينتهي في 30 يناير 24، من حقه يعني 30 الشهر ده من حقه يتفاوض مع اي حد. نهاية الموسم ببلاش او في يناير يتفاوض ويجي والنادي ياخد قرشين. ده بقى اللي هيتوقف عليها. ويقال ان ممكن يخلص من 1.7 مليون لـ1.9 مليون بعيدا عن تسعير ترانسفير ماركت. يقال يعني مواليد 97، مواليد 97 ديسمبر 12 ديسمبر 97، السن 26 سنة أدهو. بس يا جماعة معجب بيه جدا 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 كولر أهو، كولر معجب بيه جدا 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 جدا. أنا عجبني وأنا ببحث
يعني كده برضه عجبني مع احمد عبد الله بصراحه واجتهاده، عجبني موقع وانا بدور حاجات كتير عجبتني، بس بصراحه عايز اجيب حاجه انسبها الناس. فعجبني جدا الاهلي ليبرز، الاهلي ليبرز عاملين حاجه جميله جدا، بحييهم عليها جدا الاهلي ليبرز. وانا بدور على محمد كونتي ومعلومات، لقيتهم عاملين شويه اهداف ومهارات للاعب، عجباني جدا. نشوف الاهلي ليبرز كده اهو، الاهلي ليبرز عاملين حاجه عجبتني جدا 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 بصراحه. تعريب باللاعب اهو في الاول اهو، ده عاملاه الاهلي ليفرز بصراحه حاجه محترمه جدا اهو. بحب يعني ادي حق الناس، يعني برافو عليهم بصراحه، وانا هدعي لهم ده في البرنامج ان شاء الله كمان. عجبني جدا 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 ده محمد كوناتيه، المعجب بيه كولر يا جماعه. السؤال نفس السؤال اللي عطرحه، بس عطرحه انا واحمد عبد الله وحسين فرماوي والاهلي ليفرز، بما ان احنا جايبين الفيديو منهم، يا ترى ده في يناير ولا في نهايه الموسم؟ كلمه ده في يناير ولا في نهايه الموسم يعني جاي الاهلي، جاي الاهلي باذن الله طبعا، بإذن الله طبعا أهو. شايف؟ لاعب جامد بصراحة، كولر معجب بيه جدا 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 لأبعد الحدود. يعني اللاعب متميز جدا، ولاعب من اللعيبة السوبر ستار. لاعب من اللعيبه السوبر ستار، وده اللي محتاجه كولر. لما قلت لكم على التقرير بتاع كولر وانه محتاج النوعيه دي من اللعيبه يا جماعه، قلت لكم ان هو دايما بيقول ان الاهلي في لعيبه جامده جدا. الراجل لم يقلل من لاعب في يوم من الايام، محمد كوناتي اهو قدامكم بيلعب في الدوري الروسي، عقده ينتهي بنهايه الموسم. على رادار كولر بقوه وطالبه بالاسم، والسؤال هل هيكون في يناير ولا في نهايه الموسم ببلاش؟ في يناير هيبقى في مفاوضات مع فرقته، لانه هيبقى خلاص مع نهايه الموسم فري، ام سينتظر الاهلي للنهايه وياخده ببلاش طبقا لما يتفق فيه مع اللاعب ووكيله. دايما الراجل كولر يقول لك الاهلي في لعيبه جامده جدا جدا، ولكن عايز يعلي الكواليتي طول الوقت، عايز يعلي الكواليتي طول الوقت، عايز يعلي الكواليتي. ده محمد كوناتيه، برافو احمد عبد الله، برافو فرماوي، برافو الاهلي ليفرز والفيديو اللي هم عاملينه. ادوا الناس حقها، لان الناس دي تستاهل ان الجيل اللي اكبر منهم يكرمهم، ولاد شطار جدعان يستحقوا التحيه. صباح الفل.